مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في فقرة جديدة من ميرا. فقرة اليوم راح تكون فقرة جدا مميزة لأن راح تكون من بغداد. اليوم الفقرة راح تكون مهمة لأن راح نتكلم بها أيضا مع الأجواء الحلوة اللي راح تشوفوها، راح نتكلم عن البشرة الجافة والبشرة الحساسة. كثير من البنات يعانون من البشرة الجافة والبشرة الحساسة وما يعرفون شنو أفضل الكريمات وطريقة العناية أو أفضل الماسكات لهذا النوع من البشرة. فاليوم راح يكون ويانا، راح أعطيكم طبعا الماسكات المناسبة وراح أعطيكم طريقة العناية بهذا النوع من البشرة، فأكيد راح يكون ويانا فقرات حلوة. خليكم ويانا وتابعوا فقرتنا. طبعا اليوم وياي شيماء، شيماء من احدى المتابعات لبرنامج كهرمانة ومتابعيني ايضا، دائما انطيها بعض الماسكات لان هي تعاني من بشرة جافة وبشرة حساسة بنفس الوقت. استخدمت بعض الماسكات كانت جيدة لكن مشكلتها ما تستمر على شيء، يعني فما راح نتكلم احنا اليوم عن الميك اب لكن راح انطيها اساسيات الترطيب، اي الغسول والترطيب وغيره من المنتجات، لانه هي شوي مرات تتخربط، تستخدم منها شوية ومنها شوية. فاليوم حبيت إني أخذها بجولة، طبعاً كنا بجولة حلوة بالمول، فبعدها راح نروح أشوف شنو اللي هي تستخدمه واللي ما تستخدمه وشنو اللي المفروض تستخدمه. فخليكم ويانا، خلينا نشوف شيء ما شفريت. أنا هسه راح أحكي لك شيء جدا مهم، يعني اللي هو من أساسيات قبل الميك اب، لكن قبلها خلينا نقول للمشاهد شنو راح نسوي. طبعا أنا وشيماء مثل ما قلت لكم بأنه اليوم اللي راح نحكيه هو من أساسيات البشرة الجافة والبشرة الحساسة. هذه البشرة تحتاج إلى عناية، إلى ترطيب، إلى غسول. شيماء ما مسويتهم كلهن، وبعد ما تواصلت وياي وكانت تعاني بينهم فترة وفترة من بعض المشاكل بالبشرة، فاليوم حبيت أجي وياها للمول وأشوفها بعض المنتجات أو أعرف هي شنو تستخدم وشنو ما تستخدم. شيماء شنو اللي عندك بالبيت؟ طبعاً أنا عندي هواية أشياء بس يمكن 20% استخدمهم. زين، قبل الميك اب أو يومياً أو بالليل قبل ما تنامين عندك الغسول؟ لا. عندك التونر؟ اي عندي وخلاص وبعدين جددت. زين عشان غسلين بشرتك؟ يعني يصير قدامي اوكي. وهذا الشيء تعرفين كلش يتعب البشره، خاصه انه يعني شيماء او انتم اللي تعانون من بشره حساسه او بشره جافه، من اصعب انواع البشره لان البشره الحساسه تعرفين من كل شيء تتحسس. فانا اليوم جبتك يعني انه اكو منتجات تكون هي خاصه لتحسس البشره، انه هي طبيه اكثر ما هي تجميليه. طبعا كل الاماكن اللي نروحها احنا بالاسواق يعني او الاماكن اللي هي تبيع المنتجات التجميل، اكو منتجات تجميليه واكو منتجات طبيه. اذا كان بشرتك جافه او حساسه او حتى دهنيه، كثير من البنات يعني عندهم مشاكل الاكني اللي هي اكثر من الحبوب، اي ممكن تكون بسبب بكتيريا او غيرها من المشاكل. بهذه الحاله يا بنات انتم تحتاجون الى شيء طبي، لان ممكن يكون اكو بكتيريا او ممكن تكون تعرفين بالبشره الحساسه اكو عده مشاكل شيماء. صحيح. فلازم تكونين عارفه انت ايش تستخدمين، والا انه راح بشرتك تتهيج بشكل جدا ملحوظ. لان انا بشرتي كلش حساسه وجافه. هي هاي بعد اكثر، لان فدائما تتحسس من اشياء، ويعني العلم انه ما تطلع لي حبايه لانه انا بشرتي جافه بس تكون طلع بقع بيض. زين ماسكات طبيعيه تستخدمين لو ما عندك وقت؟ ما عندي وقت. كل شيء ما تسوي وتريد بشرتها تصير حلوه. لا هي طبعا اكيد بشرتها حلوه،
شيماء، لكن العناية والتواصل بالعناية بالبشرة شيء جدا مهم. أنا اليوم راح أشوفك أهم الأشياء اللي لازم تكون عندك أو تكون عند أي بنية بالبيت. طبعاً من الأساسيات إنه أنت بشرتك جافة إلى حساسة، إذا كانت البشرة جافة فيفضل إنه أنت تستخدمين الغسول اللي بيه حليب، أما إذا كانت حساسة فأكو شيء مثل الرغوة، يعني هذا مثلاً تستخدميه لما تغسلين بوجهك راح يكون مثل الرغوة، فهذا الشيء يكون جداً جداً جيد خفيف على بشرتك وما يتحسس. تونر اكيد لما انت راح تروحين لاي مكان فراح تستخدمين نوع من انواع مثلا التونر، تقدرين يعني هو اكو بي مثلا نوع من انواع الترطيب او انه مجرد تونر لسد المسام. ليش بنات تستخدمون انتو التونر؟ ليش او شنو وضعه؟ اكو كثير من البنات تغسل بالغسول بعدها تستخدم المرطب وكان الله يحب المحسنين، لكن التونر هو خاصة بنات عندهم بشرة دهنية أو بشرة بها بعض الحبوب والأكني، يساعد الاستخدام التونر على قتل البكتيريا، تسكير المسام، انعاش البشرة على كل نوع بشرة. يعني مثلا بشرة شيماء حساسة فنعطيها المسترايزنج أي الترطيب الأعلى لبشرتها. هسا ما قلتي لي الغسول ما عندك فلازم يكون عندك غسول. اللي والم نوع بشرتك بعد أنا ما شفتها تحتاجين إلى اللي هو يكون مثل الرغوة، لأنه هذا أخف شيء على البشرة. بالضبط، هو أنا يستخدمه بس قلت لك من يخلص الشيء ما أجدده لأن ما عندي وقت. بعدها لازم يكون عندك التونر. الترطيب اللي تستخدمين واقي شمس؟ لا بس بالصيف طبعا، ما أعرف ليش ما أحب أستخدمه. زي أنت تعرفين إيش قد هو ضروري؟ أعرف. شو يسوي للبشرة؟ هي طبعا ضروره تستخدميه، يعني حتى اذا ما كنتي انه تخلي الميك اب لازم تستخدميه، بس انا ما عندي ذاك الواهس القوي اللي استخدم الاشياء البشرتي. شفت بعض السيدات ايضا اليوم بالمول وسالوني بعض الاسئله، اول سؤال كنت اقوله هل تستخدمون واقي الشمس؟ يمكن تملون مني بعض المرات لان اعيد او اكرر نقطه مهمه انه واقي الشمس شرب المي. فعلا لانه رغم اني صار سنين اقول هذا الموضوع واذكره لكن ما زال البعض ما يهتم بي. صحيح. المي راح يرجع بشرتكم، راح تشوفون فرق عليه وراح تشوفون حتى الجسم حتى الشعر. ونفس الوقت واقي الشمس راح تصبغات يعني السواد تحت العين وهواي اشياء، تجاعيد الكلف وغيره من المشاكل، كل هذه نقدر احنا نقي بشرتنا منها من استخدام كريم معين قبل الميك اب، يعني قبل نص ساعة ربع ساعة غسلتي وجهك بالغسول بالتونر حطيتي واقي الشمس، بعدها تقدرين انت تستخدمين المرطب. من المرطبات اللي انت يعني دا اشوفها على نوع بشرتك اللي هو بالهايرونيك اسيد اللي انت تقدرين تستخدميه اللي هو المرطب العالي، يعني انت تقدرين تستخدمين الترطيب العالي اللي هو ينطي اول شيء للبشرة الحساسة وثاني شيء انه ينطيك الترطيب العالي اللي انت تحتاجيه. زين شنو بعد مشكلتك؟ هي بس هاي مشكلتي، والمشكله الاخ انه انا عندي كان سيروم بس عكس على بشرتي لانه كان مو طبي. طيب يعني شوفي هي اكو اشياء توالم اشياء، او لما يعني تاخذون اي منتج باي مكان معين حاولوا تاخذون، لا تاخذون اليوم تاخذون من فلان ماركه وفلان ماركه وفلان ماركه، لان هذا الشيء غير مناسب. يفضل دائما انه تاخذون سيت كامل، غسول وتونر وكريم صباحي وكريم ليلي وواقي شمس من نفس الماركه، لان هذا الشيء راح يساعد بشرتكم وما يخليها تتخربط، لان ممكن هذا بنسبه عاليه من الماده الفلانيه وهذا بنسبه عاليه من مثلا الهايرونيك اسيد او من المسترايزنج وغيره من التنشيف، فراح نسوي مشكله جدا كبيره بالبشره. فمن الاشياء الاساسيه انه انت تاخذين واقي شمس شيماء تستخدميه دائما، يعني بليز. هو بالجديد ان شاء الله اوكي. والله شكلك ما مقتنعه. لا اوكي. لا ضروري جدا اذا انت حابه بشرتك تتحسن وانت طالعين اوقات النهاريه فجدا ضروريه. يعني اكو اشياء مو ضروري احنا ناخذ باغلى الاسعار، اكو اشياء سعرها بسيط لكن بنفس الوقت مفعولها يساعد على نضاره البشره. ومنها اكيد الماسكات اللي هي الماسكات البيت اللي انا اكيد راح انطيكم اياها بعد ما اخلص ويا شيماء، فراح انطيكم الماسكات الطبيعيه اللي اكيد تساعد على نضاره البشره وللبشره الجافه والحساسه. خليكم وياي.
من الماسكات المهمة جدا للبشرة الجافة والبشرة الحساسة. طبعا ما بعد ما انطينا هذه المنتجات فأكيد نحتاج أحيانا إلى منتجات موجودة داخل البيت. من المنتجات الجيدة جدا للبشرة الحساسة والجافة اللي هو العنب. نقدر نستخدم العنب كماسك للبشرة. شلون نقدر نستخدمه؟ العنب ينطي ترطيب عالي للبشرة الجافة، نقدر نخلطه ونضيف عليه ملعقة أو ملعقتين من الدقيق، بعدين نحطهم على الوجه لمدة 15 دقيقة. هذا الماسك تستخدميه مرتين إلى 3 مرات بالأسبوع حتى تحسين بالترطيب اللي أنت ترديه. أما إذا كانت البشرة حساسة وجافة بنفس الوقت وتحتاجين إلى ترطيب عالي، فنقدر نجيب نقطع نص من الموزة وملعقة من الشوفان وأيضا كبسولتين من فيتامين إي، اللي أكيد إحنا أكو الكبسول الفيتامين إي ممكن إحنا نبلعه، لكن اليوم راح نستخدمه كماسك للبشرة. نفتح الفيتامين إي نخلطه مع الماسك ونخليه على الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. هذا الماسك راح يريح البشرة، يهدي التهيج إذا كانت هي متحسسة، وأيضا إذا كانت جافة راح تعطيها النضارة والترطيب العالي. إن شاء الله تكونون تجربون هذه الماسكات وتستمرون عليها حتى تحسون بالترطيب الكافي. ومنا نكون وصلنا لختام فقرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله كانت فقرتنا خفيفة عليكم واستفاديتوا منها، وأشوفكم فقرات ثانية. باي باي.